هذا اللي حطيته نانسي، انا حطيته من 3 اشهر لما كان المطار عم ينعمل له اعاده تاهيل. كان اعتراضي على سوء التنظيم لانه الناس عجقه وما في حدا عم يقول لهم كيف يوقفوا بالصف. الوضع مع نانسي مختلف، الوضع مع نانسي كان في تنظيم لكن كان في عجقه طيارات جايين. وبعدين انا ما حكيت شيء عنها، كنت عم اقول معها حق لحد ما تبين انه هي نطرت بس 12 دقيقه. هون انا قلت لها لا هيدا دلع صار. فنحن بننطر بالمطارات ساعة وساعتين لكن ما بنعترض لأنه واقفين بالصف عارفين دورنا جاي. فأنا قلت لها دلع أنه 12 دقيقة ما بتحرز هالقد، مع ولد أوكي بس الولد محله يبلش يعني يتضايق ب 12 دقيقة. هلا اللي زعجني أنه نانسي لما حطت الرد علي، وهو رد عادي كان طبيعي أنه اللي بشوف عندك شو عم بتقول بيكون نحن مش عم نجامل. اللي زعجني أنه لما الفنزات الحسابات الوهمية صارت تحكي كلام بذيء، ما قالت لهم هي لا ما هيك بيحكوا مع صديق لإلي أو صحفي بيعتبرني دائما يا ما إلي تاريخ أنا كاتب عني كلام حلو، ما اعترضت ولا شيء تركتهم، يعني دليل إنه هي كانت راضية ومبسوطة، لا بل بالعكس هي أصلا يمكن بدأ إنه هيك يصير. على كل حال ما في مشكلة، أنا معود على الفنانين لأنه في فنانين ما عندهم فانزات بيشتموا على فكرة، مش كل الفنانين هيك، الفنانين اللي عندهم حسابات وهمية باثنين أو بثلاثة متابعين، هول وهميين حسابات هن بيديروها بيشغلوها إنه اهجموا على فلان لحتى تعلموه ما بقى ينتقدنا ويصير يخاف. انا دونا عن 3 4 ملايين لبناني، دونا عن المليون لبناني اللي على تويتر، ما بتنفع معي هاي الطريقه لاني بعمل بلوك ل 20 30 حساب وما بقعد حدا يسب، وهذا دليل انه هالحسابات عددهم محكوم. بس انتقدتك يعني وجهتك تهمه، فينا نقول وجهي التهمه لإلك الى مصالح، انه اللي لهم مصالح صح. نانسي بالذات دونا عن كل الفنانين بتعرف جمال فياض وهي بتفهم شو عم بقصد، بتفهم شو عم بقصد، هي بالذات دونا عن كل الفنانين بتعرف جمال فياض مزبوط، نانسي عجرم بالذات خليها هي تفهم.